توسع الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع في حضرموت، والبنك المركزي في عدن منهار حتى في هيكله الإداري. تفاصيل حصرية وعاجلة فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. خرج أبناء مديرية الشحر بينهم مئات الطلاب في تظاهرة حاشدة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وتدهور العملة الوطنية، وقام المحتجون بقطع الطريق الدولي الذي يمر عبر المديرية وأحرقوا الإطارات في الشوارع، ورددوا هتافات ساخطة من الأوضاع المعيشية المزرية. ويوم أمس اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة المكلا المركز الإداري للمحافظة في ظل تصاعد حالة الغليان والسخط أوساط المواطنين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. وفي خبر آخر، لا ترجو خيرا من بنك مركزي يسوده الفساد وينخره حتى داخل هيكله الإداري. وقرار اليوم الذي أصدره نائب محافظ البنك المركزي بعدن الدكتور محمد عمر باناجا خير مثال على ذلك، فقد أصدر قرارا إداريا بأن تكون الدورات التدريبية للخارج بترشيح من محافظ البنك ونائبه. وحقيقة هو قرار احتكاري ممتاز، ولكنه بذات الوقت يكشف صورة عن الوضع المزري والتسييب وكيف كانت تدار الأمور داخل البنك المركزي بعدن